يلا دكس كان اللي تكاو عليها. ها دير ورايا با دير ورايا. ها ايوا كي جاتك الجلسه احلى. السلام عليكم. كدير خويا بخير هانين؟ نسالكم مسموح نصورو؟ هاد الشي زين عندكم ابدا. ماشي غير الضروس هي خصكم تشريو كتنبتو نتوما. ولا جيبها شي كاميو. المحل منظم منظم ومرتب. ديال اش هذيك؟ ديال اش هذيك؟ ديال الدجاج كدير فيهم الزيتون ولا دير فيهم زوين كيدير. قلت لك الزروق هي لاصقه فيهم. هنا هي؟ لدخل. لا غير كاغيط. كاغيط. كتجمع ولا شي حاجه باش ما كتشمش ريحه الثلاجه كديرها. ديكورات زوين. شوف هذه عاوتاني. هذه زوينه تاني الشكل ديالها. غارق. ورينا كمان اللي ب 700 ورينا اللي ب 700 هاك باش حتى الناس يعرفوا شنو هي اللي ب 700 طيب الشلاضه بحال الشلاضه الجارده وتا الحلوه الناس بزاف هذه قلت لك يا صراحه زوين وراه كلشي زوين كلشي زوين وراك شوف دخلنا نشوفوا باش نشوف عندنا شوف انا قلت لك فاطمه قداش هذه والعين كتحير والله العظيم العين كتحير شحال ديال الوالد ديال الوالد 2000 و50 50 قلت لي كلشي بوك فيها كيفاش كلشي شنو فيها الطراف فيها السباتيل ديال المغرفه فيها السقايط فيها الزيت قال لي تحتاج ديال المالق فيها ماشي واش واحد ديال سايكوك مع البنات بغيت اسيكوك دابا بحال البرد
دابا دابا خصنا حاجه سخونه. ها انا كراسي اصليه ديال سايكو دابا علاش انا كنا كناكلو فين دابا ها هادي بعدا شويه ها المغرفه شويه عقلتي قاسم كانت مغرفه واحده كنديروا عليها نوبه كاملين القصعه اشرب مغرفه ديال الخشب ودايره حتى تكمل القصعه دابا ولا كلهم عرقتو واللي ولا كلهم عرقتو ما بقى لا البن لا صيف كلشي مشى كلشي مشى البركه مشات كلشي زين الحمد لله قاسم قول له فين هي الحلوة ناخذها هذه جوج معالق وكتقولوا البسطام خوا حيت غاليين شويه ها الا خديت المعالق خاصكم تجيو الطعام حطهم هنا في الارض وخليهم لا غيركبوا هما الاولين غنشدوهم باقي هذوك المساند عاوتاني حيد المساند حطهم برا تتوليو لهم هاك وليا هذا الشيء شرجيتي عليهم انا جارك مارك انتم اللي قلتي نديو معنا هذا الشيء غادي قلنا ديرهم الله ركبي بعدا سيري خلي هذوك المساند حطيهم يلا قاسم فرق لهم الكادويات انا كنا نقصي لهم لا اعطيهم المخادب واحد بوحده بوحده دير اللور دير اللور 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 من موراك فاطمه اصبروا صافي انا اسمحوا لنا باش ما يخرجش يلا دكس كاين اللي تكاو ليا دير ورايا با دير وراك ما كاينش بغيت نديروا مفاجاه احلام هذا ما بقات مفاجاه تجيني مفاجاه احسن غنضرك من بعد شكون احسن مفاجاه ولا درك زيدي الشرجي زيدي والله لا غاتشوف سخانه لا بارك على والله تا غاتشوف سخانه خطا دي انا هذيك كيرا فاطمه درها البرده هاك هي عطيها راه فاطمه درها البرده بقات كتبان بارك على فاطمه خطا دي انا فاطمه درها البرده صافي هاي ايوا صافي هو دير انت هذيك مخده قدامك باش نعمرهم ويخرجوا على لا صح لا صح كي جاتك هذه المفاجاه احلام كي جاتك هذه المفاجاه المفاجاه
مفاجاه زوينه هادي. كنت نكون جالسه في داري تجي مفاجاه على خاطري وانا نضرب فيها انا تاني. خارجين عايدي باينه. بقاش كتبان فاطمه صح؟ علي دينا. اش كاين؟ فاطمه غرقتي. هادشي اللي بغيتي. ساعد لي كان غيفك هول. يلا على سلامتك. هذا كيضربكم البرد. شوف فاطمة حداك حية ولا لا؟ حية. أكي دايرة؟ لاباس عليك؟ أنت هانية؟ ونزلي نزلي. واش كون بحالكم جينا في القطن؟ الكفر قاسم راه باقي فيها. عاد الكوسي انت غبيتي. عاودتي منين؟ هاي خرج. خلاص هذا ونجيو. يلا الكوه بقيت ندكو فيه تاع صافي. شنو هاد الشيء تاعك انت؟ غازر احسن. نديروا لكم مفاجاه احلام. ديروا لي دابا مفاجاه. ها كي جاتك مفاجاه؟ الله يعطيك الخير. الله يجزيك الخير والله. قالت معايا تمام. انت ما تقعد لي قالت كون درتي لي مفاجاه وما نجيش. هاد هي صراحه درنا مفاجاه ولكن سبحان الله اليوم ملي مشينا كانت معانا. ايوا الحمد لله. الله يجزيكم بالخير. الله. ودابا المشاهدين كانوا قالوا لنا مساكن خصكم تعمروا المخاد. ايوا التعميره هي هذه. هذوك المخاد غير كنا ديبينا داب ديب دابينا ديبيناني دوبيناني ديبيناني واش تخرج ديباناج وصافي. ديبانينا انا جبتها هي هذه. ديبانينا ديباناج. على سلامتكم. الله يسلمك. الله والله في الحق حتى هذا المكان فعات وما كيبغوش يتجمعوا. واحد المتتبع بغى يهضر معاك. اييه بسم الله. يلاه فاطمه وخاصك تحيي فاطمه مسكينه اليوم. يا هي كتقاتل مع المخده. شوف شتي المخد راه عندهم الطرق ديالهم باش كيعمروا. لا كلامك معاك انت راه ماشي لا كندخل واحد الجنب هو الاول. هي راه عندها تقنيه. شو الغروب من موراك فاطمة؟ مشينا في الغروب الشروق ورجعنا في الغروب. أولا النهار في الحقيقة ما تيكفيش. النهار قصير بزاف. ها ها ولا ما تيكفيش. صلي عندو شي شغل هذاك راه ما يكفيش. أييه إوا كي جاتك الجلسة أحلى. مريحة الحمد لله. الله يجازي هاد الناس اللي جابوا لي الفراش والطلامط والخشب العمارة ديال المخاد وكاع الهدايا اللي جاوني كنشكر الناس كاملين كاع الناس اللي جابوا لي الهدايا. الله يجازيهم بالخير. الله يجعلهم من حسناتهم ان شاء الله. الله يجعلهم في الفردوس الاعلى. وحتى الناس اللي كيقولوا كلمه زوينه في حق الله يجازيهم بالخير. الله يطول عمرهم يا ربي. كنشكرهم كاملين واحد بواحد كلهم كنشكرهم. الله يجازيهم بالخير. امين. والله يكبر بك العزه ديالي. والله يرحم بك الوالدين. صراحه المخده طلعت صراحه ما شاء الله. الله يرحم لك الوالدين انت والزوج ديالك ويخلي لك معز عليك. والله يرزقك بالجنه انت والنساء كاملين اللي ساهموا والرجال حتى هما. شكرا لك بزاف. والله صراحه رجال وعيالات كلشي فكر فيا. والله يرحم الاخ ديال هذا السيد هذا اللي ساهم حتى هو في المخاد. العماره ديالهم صراحه قالك مساكنه شنو خاص الاحلام قلت له انت خاصها العماره. الله يجازيهم بالخير. والله يرحم لهم الوالدين كاملين. والله يطول لهم العمر واللي بغى شي حاجه الله يحققها له. امين. الله يحقق لهم كل حاجه. امين امين يا
ربي والله يسلمك على المشاهدين ديالنا، الله يكبر بهم والله يطول عمرهم والله يسر امورهم. امين يا رب. السلام عليكم، الله يعاونكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله بحول الله. خلينا لكم الراحه والسعاده. السلام عليكم.